يقول: كيف نعلم أننا نحب هذا الإنسان في الله؟ لأن الوسوسة تحصل في مسألة المحبة في الله وفي علاقتها بالتوحيد والعبودية ومحبة الله. إذا كنت تحبه لا لشيء، لا لطمع في المال ولا لقرابة، هذا دليل على المحبة في الله. أما إذا كنت تحبه لأجل المال لأجل يعطيك، أو تحبه لأنه قريب لك، فهذا ليست من المحبة في الله. نعم.